بالنسبة للمشغلات، المشغلات المعامل طبعا، لأن العالم كله يستخدم في نفس المشغلات، فاللي متولي توزيعهم هي منظمة الصحة العالمية وعبر مركز الوطني للأمراض. طبعا منظمة الصحة العالمية ما تتعاملش إلا المركز الوطني للأمراض. فنحن لما بدأت اللجنة بعد القرار ما كانش يوجد مختبر واحد، بدليل أن أول اختبارين أجريناهم في طرابلس. الحقيقة نحن في لقاء تلاقينا مع المسؤولة على منظمة الصحة العالمية إليزابيث، وجات زارتنا وزارة القيادة وزارة الحكومة، بلغتنا بشيء محزن. يعني قالت أن منظمة الصحة العالمية منحت المركز الوطني للأمراض في طرابلس 650 مليون يورو لمكافحة جائحة كورونا و2000 جهاز تنفس صناعي، لم يصلنا منهن شيء، ما عطوناش ابدا، استحوذوا عليهم وهي زعلت وهدت، ونحن تو ناخصموا منهم. واتفقنا في الاتفاق، قالت ان الدبليو اتش او حتقسموا بروحها بين الاقاليم الثلاثه. بالفعل لان نحن المشغلات يجن عن طريق المركز الوطني للامراض يعني، ففي طبعا بما انهم ما عطوناش من 650 مليون يورو، فالتاكيد حيكون فيه خلل في المشغلات.